بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. السيدات والسادة، أحباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، مرحبا بكم مجددا معنا في هذه الحلقات حول تاريخ الولاية في مصر من معاوية. انتهينا في الحلقة الماضية حول بعض من تاريخ وولاية قيس بن سعد على مصر وبعض من تفاصيل شخصيته. واليوم نستكمل الكلام حول قيس بن سعد وتلك المكاتبات التي جرت بينه وبين معاوية. لما خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى الجمل وقيس على مصر، خاف معاوية أن يحصره المسلمون ما بين مصر وما بين العراق، فكتب معاوية إلى قيس بن سعد وهو يومئذ بالكوفة قبيل أن يسير إلى صفه، كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم: معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنك إن كنت نقمت على عثمان في أسرة رأيتها أو في ضربة صوت رميت بها أو ضربت بها أو في شتمة رجل أو تعيير واحد أو في استعجال الفتيان من أهلي، فإنكم قد علمتم أنكم كنتم تعملون في الدم ولا يحل لكم ذلك، فقد ركبتم عظيما من الأمر وجئتم شيئا إدا، فتب إلى ربك يا قيس إن كنت من المنتقمين على أو الناقمين على عثمان، إن كانت لك توبة من قتل المؤمنين، وأما صاحبك فإن قد استفينا أنه أغر قد استيقن أنه أغر الناس به وحملهم على قتله حتى قتلوه، وأنه لم يسلم من دمه، فإن استطعت يا قيس أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعل، وبايعنا على الأمر هذا، ولك سلطان العراقين إن أنا ظفرت ما بقيت، ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان، وسلني من غير هذا ما تحب، فإنك لا تسألني من شيء إلا أتيتك، واكتب إلي برأيك فيما كتبت به إليك والسلام. إذن خلاصة المسألة، هو حب يفرق بين قيس وبين الإمام علي عليه السلام، قال له أنا عارف أن صاحبك كان من المشاركين في دم عثمان وأنه دعا الناس إلى قتله، إنما أنا عارف أن أنت يعني مالكش، وإذا أردت أن تتوب فتوب، وإذا تبت وأصبحت من ضمن الذين يطلبون بدم عثمان أنت لك عندي حاجتين: هوليك العراق ما حييت، والحجاز لحد من أهلك، واللي أنت عايزه يا سيدي تاني لحد ما أنا على قيد الحياة. رشوة واضحة وفجة صريحة وشيء يتعدى البعد الأخلاقي. فلما جاء قيس الكتاب حب أن يدفعه ولا يبدي له أمرا ولا يعجل له حربا، فكتب إليه: أما بعد، فقد وصل إلي كتابك وفهمت ما ذكرت من قتل عثمان، وذلك أمر لم أقاربه، أنا ما كنتش مع الجماعة اللي راح، وذكرت أن صاحبي هو الذي أغرى الناس بعثمان ودسهم إليه حتى قتلوا، وهذا أمر لم أطلع عليه، يعني حتى ما حاولش يدافع عن الإمام علي، وذكرت أن عظم عشيرتي لم تسلم من دم عثمان، فلعمري إن أولى الناس كان في أمر عشيرتي، إن أول الناس كان في أمري عشيرتي. أما ما سألتني من متابعتك على الدم وطلب بدم عثمان واللي انت عرضته علي، وهذا أمر لي فيه نظر وفكر، وليس هذا مما يعجل إلي به، وأنا هكف عنك وليس يأتيك من قبلي شيئا تكره حتى ترى ونرى والسلام. أي حد هيقرأ الرسالة دي هيفهم تماما إن قيس بدأ مترنحا واقفا في منطقة وسط، ليس مع الإمام علي
نعم لكنه ليس مع معاوية، نعم هو يقف في مسافة وسط وكأنه يبحث من الفائز ومن الخاسر حتى يلتحق، أو ولأنه رجل رفض أن يكون مع المعصوم ومع الإمام الحق فقد استشكل عليه عقله ولم يصفى به قلبه، وقع في حبائل هذا الشيطان الرجيم. قال فلما قرأ معاوية كتابه، طبعا عرف أنه هو يعني قدر يصطاد هذا الصيد، لم يراه إلا مقاربا مباعدا ولم يأمن أن يكون له في ذلك مخادعا مكايدا، فكتب إليه معاوية. معاوية عارف أنه هو قريب يعني، بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قرأت كتابك، فلم أراك تدنو فأعذك سالما، ولم أراك تتباعد فأعد لك الحرب. أنا مش شايفك قريب عشان أسالمك، ومش شايفك هتهجم علي عشان أعد لك حرب. أنت ها هنا كجمل جرور، وليس مثلي من يصانع بالخدائع ولا يتخادع بالمكائد. أنا ما تخدعش يا حبيبي، أنا عايزك ترد علي بصراحة، أنت معايا ولا ضدي؟ فلما قرأ قيس ابن سعد كتاب معاوية وعلم أنه لا يقبل منه المدافعة والمطاولة، وأنه هو يدنه يطول في المسألة لغاية ما الأمور تحسم في صفين، أظهر له ما في قلبه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من قيس بن سعد إلى معاوية بن أبي سفيان، أما بعد فالعجب من استسقاطك رأيي واغترارك بي وطمعك في أن تساومني لا أب لغيرك. الخروج من طاعة أولي الناس بالأمر، وأقول وأولهم وأقولهم وأقواهم بالحق، وأهداهم سبيلا وأقربهم من رسول الله وسيلا، وتأمرني بالدخول في طاعتك، طاعة أبعد الناس من هذا الأمر، وأقولهم زورا وأضلهم سبيلا وأبعدهم من رسول الله وسيلا، ولديك قوم ضالون مضلون طواغيت وأباليس، أما قولك أنك تملأ علي مصر خيلا ورجلا فلئن لم أشغلك عن هذا حتى تأتي سآتيك بنفسي. إذن معاوية ما قدرش يتعامل مع قيس، هو قيس وقف في مسافة وسط، لكن معاوية أراد أن يستدرجه أكثر فأكثر فضغط عليه، فخرج قيس يقول له أنت بتهددني وإنت أبعد الناس وأنا لا أنزع يدي من طاعة، وأنا مع ولي أمر المسلمين المطلوب طاعته وأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الكلام الكويس. وبعدين قال له تهديدك ده ما ينفعنيش، لأن أنا إذا كنت أنت بتقول أنا ممكن أملأ عليك مصر بس أنا مش عايز آتيك، أنا ممكن أنا آتيك. فلما أتى معاوية كتاب قيس بن سعد آيس منه وثقل مكانه، وكان يرى أنه يمكن أن يستدرج قيس، واختلق كتاب يقوله على لسان قيس عشان يقوله لأهل الشام، وهو كان من طبعه الكذب، ولأنه عايز المغاسيل تروح للإمام علي وتروح هنا ويحدث فتنة، هو يحب أن تروج هذه الفتنة، فكتب الكتاب واللي هو هيقراه على أهل الشام. فقال بسم الله الرحمن الرحيم إلى الأمير معاوية بن أبي سفيان، هو طبعا عمره ما خطبه بالأمير لكنه كذب وكتب ذلك، من قيس بن سعد، أما بعد فإن قتل عثمان كان حدثا في الإسلام عظيم، وقد نظرت لنفسي وديني ولم أرى يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلما محرما برا تقيا، ونستغفر الله لذنوبنا ونسأل الله العصمة لديننا، ألا وأني قد التقيت إليك بالسلم. فشاعت في أهل الشام كلها أن قيسا صالح معاوية، فسرحت عيون إلى الإمام عليه السلام بذلك، فلما أتاه ذلك أعظمه وأكبره وتعجب، ودعا ابنيه الإمام الحسن والحسين عليهما السلام وابنه محمد، ودعا عبد الله بن جعفر فأعلمهم بذلك وقال ما رأيكم؟ فقال عبد الله بن جعفر يا أمير المؤمنين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اعزل قيس ابن سعد عن مصر. فقال لهم إني والله ما أصدق بهذا على سعد،
فقال له عبد الله بن جعفر: اعزله يا أمير المؤمنين، فوالله إن كان ما قد قيل حقا لا يضرك عزله. قال: وإنهم لذلك إذا أتاك كتاب، أتاهم كتاب قيس بن سعد، وهم في هذا الأمر يتشاورون، جه كتاب من قيس بن سعد بيقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن قبلي رجالا معتزلين سألوني أن أكف عنهم. هو بيتكلم عن بؤرة خربتة الإرهابية التي كانت هناك. إنك إن أطعت في تركهما واعتزالهم استشرى أمرهما. فكتب إليه الإمام علي: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فسر إلى القوم الذين ذكرته، فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون وإلا فناجزهم والسلام. كلمة رد غطاها: هؤلاء يجب إبادتهم أو يدخلوا فيما دخل فيه الناس. موضوع مش محتاج تهريج، هذا أمر يخص أمن الناس جميعا. وهذه الفرقة الضالة المضلة العصية تريد إبادة الناس وتريد أن تحرف هذا الدين وتكذب باسم الله تعالى. فلما أتى قيس بن سعد الكتاب فقرأه، لم يتمالك أن كتب إلى أمير المؤمنين: أما بعد يا أمير المؤمنين، فالعجب لك. العجب لك، بيقول لأمير المؤمنين العجب لك، تأمرني بقتال قوم كافين عنك، هم مش عايزين يقتلوك، ولم يمدوا إليك يد الفتنة ولا رصدوا لك، فأطعني يا أمير المؤمنين وكف عنهم، فإن الرأي تركهم والسلام. فلما أتاه الكتاب قال له عبد الله بن جعفر: يا أمير المؤمنين، ابعث محمد بن أبي بكر إلى مصر يكفيك أمره. هنا بقى ظهر محمد بن أبي بكر على الساحة مرة أخرى، لأن محمد بن أبي بكر كان ظهر على الساحة بطلب المصريين، والمصريين بيحبوه. فقال له: ابعث محمد بن أبي بكر يكفيك، واعزل قيسا، فوالله لقد بلغني عن قيس. ولما هنا المسألة هنا إن قيس بما فعله جعل الريبة تدور. هنا بعض الملاحظات: يبدو في النظر الأول أن موقف قيس باستعمال الليونة مع الأمويين المخالفين في مصر، وأنه يرى أن موقفه أصح من رأي أمير المؤمنين، هنا الأمر أصبح يجعل لهؤلاء مكانة وكبر وعظمة، وأن خطرهم يستشري. لكن بعد أن أقر قيس بن سعد أنه لا يرى رأي أمير المؤمنين، وأن رأيه أنه هو يسيبهم وأنه هو يحميهم وأنه هو يقتلهم لغاية ما ربنا يصلح حاله، هذا الكلام العبث والمخالف لرأي أمير المؤمنين عليه السلام كان رأيا جعل الأمر عسيرا فيما بعد ذلك على محمد بن أبي بكر الذي بعثه الإمام علي عليه السلام إلى مصر بكتاب، وعزل في هذا الكتاب قيس بن سعد. إذن خروج محمد بن حذيفة، ثم قتله من قبل معاوية الذي تهرب من دمه، ثم وصول قيس، واللي أراد الإمام علي بتولية قيس هذا الأمر في مصر أن يصالح به الأنصار الذين ظلموا. لكن قيس لم يكن على مستوى المسؤولية، ولم يكن على مستوى الطاعة المطلوبة في إبادة هذه البؤرة التي تعاظمت إلى أن اشتبكت مع محمد ابن أبي بكر، وأدت إلى أحداث جثام يدمو منها القلب بعد ذلك لا يسعنا فيما تبقى من ثواني إلا أن نسألكم الدعاء والتذاكر فيما مر، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. والسلام ورحمة وحنان، واقتدارا أحاط بالكون علما، واقتدارا أحاط بالكون علما نظمت.